السلام عليكم بنات، كيف الحال والاحوال؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الحفله ديال اسبوع الصديقه ديالي اللي شفتونا هذا الاسبوع كله كنا تنوجدوا ليها، فقلت لكم ضروري نصور. فدابا يلا لبسنا، الصباح مشيت ديت شي حوايج رصيتهم وداك الشيء ولكن ما صورتش ورجعت. المهم راكم عارفين عاد غسلت الدراري عاد هادي، فدابا صافي حنا خارجين عاد باش قلت بعدا نبدا الفيديو. يلا وجدنا الدراري ايوا صافي. المهم باش ما نطولش عليكم انتم معايا ان شاء الله نصور لكم العشيه ديالنا من اولها لاخرها. اجا نجون انتم البنات، حنا وصلنا. شوفوا راجل صاحبتي مسكين جاب هادي نفخه الدراري فاش يتلهاو علينا يلعبوا. ها انتم اختي راه ما يلعبوا، خليونا على راحتنا. الله الا دار لهم فكره رائعه. بسم الله. شوفوا هي اجي اجي نصورك في الضو. اجي هندوش ما تحشميش بالخضر. ها انتم انتم على هندوشة والزازا انتم كلشي فداء. صافي اختي وتاكل كحل، تاكل كحل الزين انت. ها هما البارك. انا البنات نصور لكم وزاتيس هنا. نتوما اختي هاد الحداقه راه ديالي انا، صوبت هاد الشكيل، صوبت المنوزه، صوبت هاد الشكيل بالكوك، صوبت البهله، صوبت هاد الشكيل ترخامه بكاوكاو، وشفت صوبت لنا الفقاص فاطمه الله يعطيها الصحه، صوبت هاد الشكيلات، صوبت الكعبه وبريوات. هادو هما دوزاتين. انا البنات يلا صوبنا الديسير. شوفوا صوبنا الطباسل الديسير سواني. هنا غنديروا الايس كريم حتى الاخر بطبيعه الحال باش ما يذوبش. صافي وجدنا دوازاتي، وملي وجدناها تنحطوها في هذا البيت هذا باش ما نعمروش علينا الكوزينه. شوفوا الطبيلات هذا الشيء قديتو البارح. وليدات برا البنات. احنا خايدين خلصت لا صابو صات ديال لالا فاطمه الله يعطيها الصحه، هي طيبات بالطايله. وانا انا صاوبت الفحم باش غادي نطلق بخيره ونبخرو، تنتسناو يكملوا الناس اللي جايين ان شاء الله باش نبداو الطعام. أنا الخر إيوا على اللمسات. ها انتوما بالطيلة ديال الشاف فاطمة الله يعطيك الصحة الزين، تتشهي تبارك الله. ها بسطيلة الثانية صافي. دابا البصل للتدريسة واللحم سخون، تنقادو الناس في الطبيلات، جوج طبيلات كاينين وغادي نحطو. هادوك جوج صبيعات اللي دارو هاك. هذا الصبر اللي عبر
سلام بنات، كيف الحال؟ اختي رجعنا يا اختي، عطو الظهر ديالي ما حاساش به ورجليا. المهم بقينا تعاوننا صاحبتي، تجمعنا معاها كلشي، دايره جوج الصباح عاد رجعنا. جاو معايا البنات اديبه معايا هند ونبيله وداكشي، ايوا عاد جينا. يلا طلعت بدلت وجهي، والله الا عكست نغسلو عكست نغسلو بالصابون، تنديماكيي غير بليله انجات بهاد الديماكيون ديالي. حتى الصباح عاد نضرب له شي غسله بالصابون. المهم ديماكييتو غير بهذا، زوين. وانت هو صراحه تي ديماكيي زوين. ايوا صافي، دوزنا عشيه غزاله الحمد لله. الله يخلف على غزلان، والله يجعل الوليد ان شاء الله يتربى في عزها وفي عز الزوج، يجعله زياده في الاسلام، والله يجعله من الصالحين ان شاء الله، والله يجمعنا دائما في الافراح. كي شفتوا كلشي داز غزال، الماكله كانت غزاله، لي تراديسيون كلشي كان الا ماروكان، يعني كان المناسبه فيها التقاليد المغربيه ديالنا. الحضور كان كله ناس غزالين، بنات بحال وجهكم، دوزنا معهم صراحه وقيد زوين، حيدنا ستريس، حيدنا بزاف ديال الحاجه. ايوا نمشي يلا نشوف البنات، نطلع اليوم واخا راه ماشي ضياف الدار دارهم، شو اللي ناقصها شي مخده شي بطانيه، وما عرفتش نعسو ولا غنزيدو نقصرو، لاننا واخا تيكون فينا النعاس في الليل عاد تتحلى المعاوده وتتحلى الهضره. والمهم الحمد لله غدا صباح غير الحد، ماشي مشكل، نقصرو ونتوانسو شي شويه. شو معانا الاجواء ديال المناسبات في الغربه. غادي نقول لكم الى اللقاء، الفيديو ديالنا هنا غادي يتسالى، نتلاقاو في فيديوهات مقبله باذن الله.